أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن. كما أصدر الرئيس التونسي أمراً رئاسياً يقضي بإنهاء تكليف أنيس الوسلاتي بمهام ولاية صفاقس. بدوره أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تأييده لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، وأشار إلى أن القرارات تستجيب لتطلعات الشعب. وأضاف الاتحاد العام أن وقت الحوار انتهى ولا مجال لاستئناف عمل البرلمان أو العودة للوراء. وكان الرئيس التونسي قد اتخذ تدابير استثنائية لإنقاذ البلاد، حيث قرر إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه.